معانا على الهاتف الآن أستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التعليم. سيادة الوزير مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك يا فندم. أنا عايزك دايما يعني ما تزعلش مني في أي حاجة لما بننقل بعض الآراء اللي هي كما هي كده ارتجالية، فأنا أعلم أنه اللي جوه المسؤولية غير اللي براها، وأعلم أن المعطيات عند المسؤول دائما كبيرة، لكن هنحاول بس بأسلوب بسيط نطمن الناس أكتر، لأنه يعني الحديث المتكرر هو القلق من وجود ولادنا بهذه الأعداد في اللجان لامتحانات الثانوية العامة. حضرتك تقدر تطمن الطلبة والأولياء الأمور تقول لهم إيه؟ والله يا خالد، احنا يعني مقدرين القلق، واحنا كلنا عندنا ولاد على فكره، وجزء من المجتمع، والوزاره واللي بيشتغلوا فيها بينزلوا كل يوم وبيخاطروا كلنا يعني، وحضرتك كلنا كل واحد فينا بيقوم بدوره يعني. انما يعني انا بنتي نفسها هي برضو قلقانه وعاوزه تعمل الاختبار، فكلنا عايشين في نفس الجو، مش جزء مختلف يعني. احنا حريصين جدا على توفير اقصى قدر ممكن في ايدينا من التعقيم والتامين للولاد اللي بيرغبوا في اداء الامتحان في ميعاده، كما هي وظيفه الوزاره يعني انها تحط الامتحان ده اللي الاهالي استثمرت سنين مع اولادها للوصول الى انهم يفرحوا بيهم في دخول الجامعه. فاحنا حريصين جدا ما نضيعش الفرصه دي على الولاد، وسمعنا كل ما يقال، تأكد يعني على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا وفي كل حتة، وأراء مختلفة وأراء محترمة جدا. درسنا بدائل كثيرة جدا، ولكن الثانوية العامة ليها طابع خاص ويحكمها قانون أساسه تكافؤ الفرص في الدخول للجامعة والتنسيق، يعني إيجاد بدائل له شديد الصعوبة، وانت عارف قد إيه هو مهم للناس بعيدا عن كورونا، وبيبقى فيه تظلمات وبيبقى فيه إشكاليات على نص درجة وربع درجة، فما بالك في الوضع الحالي. احنا كمان مهم ان نعرف ان هذا القرار في الظروف دي الاستثنائية دي قرار الدولة ككل، وبالتالي احنا بنتشاور. صحيح، واللي اعلنه رئيس مجلس الوزراء بنفسه عشان يعلن انه الدولة كلها اللي قررت، ومن تحمل التبعات للأسف وزير التعليم. بس معلش، لا يعني هو يعني حوكمة الموضوع واضحة، وطبعا ده قرار الدولة ككل، قرار سيادي كمان. طب دكتور طارق، حضرتك هتزعل لو قلنا لك بعض الحاجات اللي بتتقال وبس ترد عليها بنفس الاسلوب البسيط؟ معلش، انا بسمعها وبقراها ومعاك. عظيم. هتعمل ايه لو اليوم الاول الولاد راحوا وحصل اصابات كبيره؟ هتعمل ايه؟ لا ما هي ما بتمشيش كده يا خالد. هو اصل كلمه حصل اصابات، الإصابة ممكن تبان على الإنسان بعد أسبوع أو بعد 10 أيام. مش أنا خايف من البانيك كدا. بس يعني هو بانيك، إحنا كلنا في حالة رعب، وأنا منهم، أنا بقيس حرارتي كل 5 دقايق والله. بس يعني فأنا عاوز أقول للناس إحنا كلنا حاجة واحدة، كلنا في ظروف واحدة، وبالتالي ما بيحصلش الإصابة بالشكل ده، والإصابة بتحصل لا سمح الله يعني من اي نقطه او من اي حد، مش في اللجنه بالتحديد، ممكن تحصل وانا رايح السوبر ماركت، وانا في اتوبيس، وانا في الشارع، وانا بشتري حاجه من عربيه، فكل ده وارد. ولكن كل اللي نقدر عليه ناخذ بالاسباب في الاماكن اللي فيها اللجان اللي هي مسؤوليتنا. احنا بنعقم المبنى واللجان يوميا قبل وبعد الامتحان، دي منظومه هائله فيها اكتر من ما هم بيقولوا. يا فندم حضرتك لو عقمت اللجان انت مع يعني انا هضطر اخد 500,000 واحد ياخدوا وسائل مواصلات مختلفه عشان يروحوا، فانت برضو بتعرضني لوسائل. لا بص، هي الكلمه دي بقى مش منطقيه خالص. يعني انك تحاسب وزاره على الانتقال من بيتك لحد ما يجي لنا، دي مش تمام. ممكن حضرتك تنسى، معلش دكتور طارق، انسى ان حضرتك وزير وكلمني كأب، كلمني يعني كمصر، يعني احنا كلنا كده بنفكر مع بعض، اعلام او شعب او مسؤول، كلنا في بيت واحد. يعني هو بيتخيل الصبح صحي ونزلوا كثافه شديده جدا هتكون موجوده على وسائل المواصلات بهذا العدد في هذا التوقيت، الاسبوعين دول اللي عمالين يسمعوا تصريحات شديده جدا من الاخصائيين في موضوع الطب عن ارتفاع الارقام، موضوع زود اللود عليهم شويه، مش متخيلين شكل اللجنه هيبقى ازاي، يعني اشياء من هذا القبيل. شكل اللجنه هيبقى ازاي؟ احنا عاملين بنصور فيديو محاكاه. انا طلبت ده امبارح فعلا. ازاي هندخل الولاد، وازاي هننظم الدخول، وازاي هنقيس الحراره، وازاي كل طالب هيستلم ادوات الوقايه كل يوم الصبح وهو داخل،
الكمامه الفريش بتاعته كل يوم، والادوات التعقيم بتاعته، غير ان احنا معقمين المكان ومعقمين ورق الاسئله، وكل اللي بيشتغلوا في المكان لابسين كمامات ولابسين جوانتيات، كل اللي بيتعاملوا معاهم. وبنكشف على الحراره يوميا، وفي عربيات اسعاف موجوده، وفي غرف عزل موجوده لا سمح الله لو احتاجناها، كل ده موجود بجانب التامين الاصلي اللي بنعمله. عشان كده قايلين لهم يجوا قبل الامتحان بفتره كافيه عشان تسمح ان احنا ندخلهم بهذا التنظيم، هيدخلوا كده وهيخرجوا كده. وممنوع تواجد اولياء الامور ولا اي نوع من التزاحم. فكل اللي في ايدينا عملناه وتعرض على مجلس الوزراء وتم مناقشته من اللجنه العليا لاداره الازمه، وخدنا التمويل اللازم له. فده كله يعني بس من باب الطمانه، ده اتعمل. والفيلم كمان يعني اكيد اول ما يخلص هيوزع في كل وسائل الاعلام، هيوضح الطريقه اكتر. واحنا يعني هنعزم كل القنوات تصوروا معانا عشان تشوف يعني ايه تعقيم الفصل، وايه هي الادوات، وازاي بنعقم الاوراق وكل حاجه. فده اقصى شيء نستطيع القيام به، لانه كلنا خايفين، بس في عدد ضخم جدا، الاغلبيه من الطلاب ضد فكره التاجيل تماما. دول زعلوا كمان ان احنا اجلنا اسبوعين، لان هم تعبوا، هم استثمروا سنين عشان يوصلوا للنقطه دي. ولمن يخشى على اولاده وله كامل الحق في هذا، بنقول له احنا استثنينا من القانون السنه اللي احنا فيها، اللي عاوز يدخل السنه الجايه بنفس المواصفات كانها محاوله اولى له هذا الحق. واللي اي ما هو هيخسر سنه، ما هو احنا في ازمه يا خالد بيه، ما هو انا لازم احنا ندرك ان احنا في ازمه، يعني الحكومه مش تقدر تعمل حل لكل واحد على حده. فاحنا لازم واجبنا نعمل الامتحان لمن يريد، لمن يرى غير ذلك يقدر يأجل سنه. هو احنا بس